المؤتمر يتحدث عن تكنولوجيا النفط. دعيني استضيف الدكتور ظافر الشهري، وهو رئيس قسم هندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. دكتور ظافر، جامعة الملك فهد ليس بوصفها جامعة اعتيادية، هي جامعة بحثية. ماذا قدمت في مجال إنتاج التقنيات بالذات في السنوات العشر الأخيرة؟ الله يحييكم. أولا حياكم الله والقناة الإخبارية في هذا المؤتمر. بداية كلمة بسيطة سريعة عن المؤتمر هذا. مؤتمر متميز تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، مختص بالتقنيات النفط، وموضوع مستمر طبعا بحكم أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة في المخزون النفطي أو في الإنتاج أو في التصدير. فنقل التقنيات والحرص عليها، وجامعة البترول والمعادن، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحكم أنها جامعة رائدة ومتميزة في الأبحاث النفطية، نتشرف دائما بالمساهمة في هذا المؤتمر. يعني إسهامات الجامعة متستمرة، سواء كجامعة تقدم الكوادر كطلاب مهندسين متخرجين للمساهمة في النهضة الاقتصادية والنفطية في المملكة العربية السعودية، أو في مجال الأبحاث المتخصصة في شؤون النفطية سواء بالغاز أو النفط، أو مستقبلا النفط الصخري الذي يمثل تحدي كبير في العالم وهو مورد إن شاء الله في المستقبل. الجامعة طبعا أصبحت من الرواد على مستوى العالم كجامعة بحثية تنتج كثير من براءات الاختراع والبحوث المتقدمة. شكرا لك دكتور ظافر.